ابو فهد متحف ما شاء الله من افضل المتاحف في الجنوب، حدثنا عن المتحف شيء بس. الله يحييكم ويسلمكم جميعا. بديك انا ابو فهد، انا ترى الاثنين بكون في مكه. طبعا ابو فهد اول مره التقي فيه، ولا معروف، والمعروف لا يعرف. ولكن المتحف قائم عليه يعني اكثر من 25 سنه، وكان يعني موجود المتحف، والان نقلناه الى مكان اخر وزيناه وزودناه، وعندي بس قطع بس السلاح اكثر يعني ما يقارب 100 بندقيه هذا بس السلاح، من غير السيارات، من غير اي القطع التراثيه، سواء بها في مجال القهوه او في مجال الحرث او في مجال الصناعه او في مجال تزيين النساء وغيرها. وباذن الله عز وجل جبت المره الاولى نبذه بسيطه من المتحف، وكذلك جبت معي الان ان شاء الله، بس اليوم عندنا زحمه شوي، ان شاء الله بكره ولا بعده نعرض لكم بعض القطع كذلك معنا وبعض الاشياء، وبرنامجنا مستمر معكم خلال الاسبوع هذا. والله الشرف لنا ان واجهنا الطيبين شرواكم والقناة المحبوبة للجميع وسلامتكم. وانت محبوب، وانت محبوب لدى الجميع. تسلمون. وجزاه الله خير ابو علي على الجهود اللي يقوم فيها صراحة، جبت انها الاضخم للزين. هذا علم من اعلام المنطقة الجنوبية بصفة عامة وخاصة. يكفي انه حارثي بس. نعم يكفي انه حارثي فعلا، والله ونعم الرجل. شوف ابتسامة ابو فهد الحين. في البداية يعني لي 3 سنوات من يوم عرفته بالتليفون. وبعدها يعني كنت افضل العام اني ارشحه، ويمكن عندكم خبر اني اقول انه قهوه سلاه واحد اسمه سليم ما اعرف الا بالتليفون، لكن من كرمه وذكره اني نسوق قهوته. وفعلا جاء وجبنا كمان. ما جبها الجبهه موجوده يوم. موجود نعم نعم اشوى موجوده اليوم وبكره وبعده ترى مو حسب الوجي حسب. فالحقيقه قمت له بزياره في 3 ايام هذه اللي راحت بعد الزواج. جزاك الله خير. بعد واخذت له مقطع وموجود في الكنترول وصورته باسم قناة الواقع فعلا، وكان مستجيب لكل شيء، واخذنا نبذة بسيطة واصور حوالي 18 صورة على اساس يشرح عليها. فالمتحف الحقيقة يهضم ذكره حتى تشوفه من عنده. متحف عالمي وعلى رؤوس كبار الزوار اللي زاره رائد الفضاء الاول سلطان بن سلمان ما شاء الله. نعم ما شاء الله. والمحافظين في المنطقة وفي عسير ومدير التعليم والمسؤولين في بعض الخليج بعض كذا. الحقيقة متحف يستحق الزيارة. وين موقع الآن يا أبو؟ والله موقع في ترج ومسوي. طبعا أنا الموقع اللي أنا مسويه الآن مسويه كامل بالسكن بالضيافات ما شاء الله بشاليهات، كلفني 5 مليون. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك. فالحمد لله أنه تم الآن، باقي فيه بعض الأشغال إن شاء الله خلال في 30/7 بيفتتح ان شاء الله المحافظ وامير عسير وشيوخ بن الحارث او بن الحارث وكل مكان والمعارف والناس المرموقين واهل ترج واي واحد من المملكه، حتى والله في ناس من الشرقيه بيجونا في الافتتاح. فمن هذا المنبر اقول اللي متواجد ولا عنده فرصه للحضور الحفل يوم 30/7 مرحبا والله ومسهلا. نعم احنا والله متكلفين للموضوع هذا، وشرف لنا تزورونا ونعرفكم على المتحف وعلى المكان وعلى الضيافه. اللي عنده عائله موجوده الاسكان، اللي عنده رجال موجود الاسكان، عند محتصين لكل شيء. كل شيء موجود. كل شيء موجود. حتى المسيار. حتى نعم تبغى تسير على عائل. سير يا اخواني لا تفهمون غلط، المسيار اليوم بنسير. اذا جيت سير اي زياره لله. لا اذا جيت هناك لازم تسير على عائل خوي. سلام عليك يا ابو علي. وتسير على ابو جمعان سعيد. لا تسير لازم التسيير هذا. هذا تسير عليه هناك في القريه. تعلمنا ابو صالح. ابو صالح ابو مصلح. انا بجي انا ابو فهد. بجيب معي واحد حارث يعني. يحتاج يوسط لك. هذا ابو فهد اليوم ابتسامته كذا عريضه ابو فهد شوف. اللي قال حارث